انت تقول لي انه ايه، انا باش نقول لك حاجه صراحه. اسمع روحك انت، فهمتني؟ بيه انت تنجم انت تقدم في حاجه وانت ما زلت انت ضايعه في حاجه اخرى؟ اسكو تنجم تقدم؟ نسال فيه، اسكو تنجم تقدم ولا لا؟ لا بالطبع. باهي، دونك هكا انت جاوبت روحك، دونك انت ما تنجمش تقدم، دونك لازمني انا نسكر على الحاجات اللي انا ضايع فيهم ومن بعديك نقدم. رد بالك، ثم رد بالك، نصيحه، رد بالك، تسمع راي، انه راي هدايا باش يكون انت من داخل انت ماكش ما مرتاحت له، ولا انت ما تنجمش. اما باش تقول انا كان ما نسمعش كلامه، انا باش ندخل بعضي ومانيش باش نكمل. انا نقول لك حاجه، فما حتى واحد ما يكملش راب. اما الحاجه الباهيه انه انا اسكو انا متمكن من الحاجه هذيك ولا لا؟ مش الفايده انه نكمل كل شيء، ماشي الفايده في هذيك راب. الفايده انه انا نجم نجاوب على اي حاجه تجيني والا لا. كما نجمش نجاوب على الحاجة هذيك وأنا مكملة كل شيء، سمعني أنت تكذب على روحك وتغلط في روحك، ومن بعدك تستم تقول أه شبيني جبت مثلا نوت كيما هكا، وشبيني أنا ما نجحتش بالنوت اللي نحب عليها أنا. دونك حاول أن تفكر على الحاجة اللي أنت ما زدت ما مكش فهمتها، ومن بعدك قدم. قدم بخطوة نتاعك أنت، راه ما تقدمش بخطوة غيرك. خاطر كان تسمع خطوة غيرك ولا تتبع خطوة غيرك، ما عادش تنجم ترجع الخطوة بتاعتك انت، الجملة تبدا ضايعة. وانت تحب تكون ضايعة؟ لا باهي. دونك انت قبل ما تمشي ال ال سي فور سي، لازم تسكر على الار سي والاري والار ال سي، ليبر امورتي ونو امورتي. داكو؟ اي داكو صحيح، فهمتني؟ وي اي شنو اخر؟ اي فهم. الشيمية نحس روحي ناقصة فيه، الإيريل والإيريل سي حسا با يعني، جست مش نتقدم في الإيريل سي شوي بر بي. شوف في الشيمية هي قوتها فيش، قوتها أنه تخدم بزيكس برشا سنسلمو. وحاجة أخرى، شوف ما تنجم تخدم إكزرسيس مثلاً إكزرسيس الشيمية الا ما عارفه بروغرام بروميير اني تاع دوزيام تريمستر، هكا تاع كاسولوسيون كونسونتراسيون نومبر دو مول لا كونت دو لا ماتيغ ديلوسيون من بروميير اني حتى التوازيام من الاخر. اي دونك انت ما تبدا بها في الشيمي الا ما تبدا فيه هذوما الكل. واضحه؟ واضحه. داكوغ، معناها لازمك انت لازمك تعرف شنو الحاجات اللي بوان فيبل تاعك انت من الاخر. دونك انت ناقصه في الشيميه، تحاول ابدا بشوي بشوي، مثلا تاخذ اكزرسيس مثلا تاع استيفيكاسيون ولا نوسيون دافونسمون وكل شيء. تعرف كيفاش تعمل تابلو دافونسمون؟ ما هي سافا تابلو، اما قلت لك مش قلتي داك الرو وك الدونسيتي وك حاجه تاع قبل. هذوك تاع قبل لازم تخرجهم، لازم تخرجهم بريمير دوزيام. اوكي، تاع بريمير والدوزيام والتوازيام، خاصه هذوما الثلاثه. التروزيام جدد كوميم، مازالوا في مخي. اما نحكي لك تاع البورسنتاج وكل حكيت هذوك، رد بالك منهم هذوك راه رد بالك اكيد تاع ايه تاع البورسنتاج، هذوك تاع البورسنتاج تاع مثلا الكربون مثلا البورسنتاج الحاجات اللي هذوك صحيح، هذوك هما هذوك تعرف كيفاش تخدمه. شو انا ننصحك على الشيمي تعمل ريزومي، اما ما تعملش هكا ذوك ما كان لي شو اسمه يسميه ذوك هذاك اللي هاي ريزومي هذوما عرفتهم؟ اي اللي بيلي كولور نكرههم انا ذوك، ما نحبهمش خاطر كولور غامقين، ما عمري ما استعملتهم، ما نحبهمش خاطر اي صحيتك ما نحملهمش، اي ياسر غامقين لو بونسي. وحاجه اخرى انهم هما ياسر تحس انك مقيد، انا ما نحبهمش. دونك انا نحب كل حاجات كل ستيكر الصغار هذوك نلصقهم يا اما في البلوك نوت يا اما في بيتي هاوك انا دير شي ايش لا اللي اي صحيت تذكرتني هذيك باللي فيش، ذكرها هذوك اللي فيش
ليش جملة؟ سانسر ما ما هم صغار ولا يبدو ما يبدو اسباسي ما همش كي عرفتي تكتبي ولا كي تغلطي مخيبهم. لا فما دي فيش كبار اي فما دي فيش كبار كبار ما مشكلتك اللي فيش هذوما مشكلت انه التلميذ ماهوش فاهم انت انه هذيك ترجمي مش باش تعاود كور كامل تكتبه فهمتني مش كور كامل دونك اللي فيش هذوما هي احسن حاجه الاوراق البيض وتعني فاهم هذوك ماك الصغار صحيح برافو صحيح كنت لصقهم في بيتك الستيكر هذوك ماك الصغار هذوكم حط ريكتونغ ولا مع شنو وكلي هذوك ماك اللي فورم كلهم اختارهم والا ذوك ما كان لي فلوريسون كل حكيت ذوك الكل تخدم بيهم حاول تخدم تحاول انت تموتيفي روحك دخل لي كولور نتاعك وحاجه اخرى راهو القرايه ما تبدا تقرا وما تنجم تحب تقرا الا ما يكون انت موتيفي ويكون المورال نتاعك طالع ماهوش هابط فهمتني دونك لازم تكون موتيفي ما يهمك في حد ما تدخل حتى حاجه تقلقك دونك انت لازم تكون ياسر موتيفي ومحليك ومتفرهده وكل شيء خاطر علاش خاطر انت كان تكون انت متقلقه ولا ديبريمي ولا كل شيء دونك انت ماكش باش تقرا وباش تضيع نهار كامل وانت قاعده وتقول كيفاش ضاع لي النهار. وحاجه اخرى الوقت انت هي اللي تقول الوقت راه انت تقول الوقت انت تقول الوقت راه في والا لا راه ما تكونش 24 احنا ما عندناش 24 ساعه في حياتنا لازم تبرمج روحك حياتك ما فيهاش 24 ساعه انت تشوف الوقت نتاع الساعات نتاعك السوايع نتاعك لازم انت تحددها خاطر الوقت نتاعك ال 24 ساعه 24 ساعه راه معناها باش مش تضيع حياتك راه فيها معناها 24 ساعه لازم تبدا فيها قرايتك فيها تكون موتيفي تتفرج تتفرهد تدلل روحك وكل شيء اما باش تعمل 24 ساعه وانت تقرا معناها كانت في حبس معناها انت انسانه ولا انسان ماكش تقرا من الاخر كيف تقعد 24 ساعه يو انا كي ما نجمش نقرا انا ما نجمش ما نجمش نتفرهد كان نتفرهد معناها باش تضيعي ساعه ولا باش يضيع لي نهار نو هكاك تدخل بعضك راه وتدخل في هستيريا ماكش باش تكمل دونك كون قانوع بروحك حتى حب روحك لازم تحب روحك راه لازم تهضم روحك خاطر انت كي ما تهضمش روحك وماكش وماكش حامل روحك روح ماكش حامل مش باش تحملك جبلة من الاخر باش تكون نيجاتيف معاك انت تحب نيجاتيف ها نزيد نكمل عليك انا نفضلك نيجاتيف حتى اما انت كان تكون موتيفي تولي تحب روحك واللي هي واللي بدنك انت واللي يحب يقرا ومخك يحب يقرا فهمتني انا حكيت برشا انا ضالي انا هي اللي حكيت نورمالمون انتم تحكوا اي مادام سالتك بكري على فاست بومودورو الى فوريس اي انا استعملتها ما نعرفش اي فهمت اي كمل كمل زين ما نعرفش مادام اسكو معناها نكمل فيها خاطر هي فيها 30 مينوت والا 25 مينوت وبعد اوتوماتيكمون تاخذ بوز 5 مينوت وبعد اربع مرات معناها يعطيك بوز ب 30 مينوت بيه هذيك اما شوف انت الفورست هذيك شنو فيها اسكو موتيفي ولا الفورست هذيك نتاع برودكتيفيتي الفورست كل وين انت تكمل 25 مينوت يطلع لك شجره معناها كاينني عايش انا شفت سالتك علاش خاطر انا نعرفها دونك انت من بعديك باش تول باش تغزر انت للجاردان تاعك اسكو انت عندك شجره ولا لا وتختار لي كولور نتاعك والفورم تاع الشجره نتاعك الناتير تاع الشجره نتاعك شنو موتيفي ولا مش موتيفي هيك كمل فيها محليها هذه محليها الفازه وكان توصل تكمل فيها هذه الفازه وتخدم بالابليكاسيون هذه روعه انا جماعتي نقولهم بالحكايه دي الفوريست وبحليها ولو كل مره يكلموني يقولوا لي مدام طلعت لي الشجره مدام شوف الجردان تاعي كيفاه محليها معناها محليها انه انت تكون موتيفي معناها بروحك كل شيء هاي نقول لكم شفت الباك ماهوش رعب الباك نفسيه تعرف كيفاش تحكم روحك تفهم روحك وتركز فوق هذاك كله تخدم على لي بوان فيبل نتاعك راهو كي تعرف انت لي بوان فيبل نتاعك انت تشوف الدنيا كيفاش معناها كيفاش تحس روحك راك انت معناها انسان اكسيلون معناها انسان معناها فاهم روحك من الاخر
فهمتني؟ تفهم روحك، لازم تسأل، لازم تفهم روحك وتسأل روحك اسكو انت راضي على روحك والا ليه؟ كان ماكش راضي على روحك تسأل روحك عليه مانيش راضي على روحك، علاش؟ على خاطر انا اليوم ما قريتش، عليه ما قريتش، على خاطر انا قعدت مثلا تفرج ولا مثلا خرجت ولا مش ممنوع، مش باش نمنعكم نقول لكم ما تخرجوش ما تتفرجوش، تتفرهد، اما حط في بالك انه انا النهار اليوم ما نحبش نضيع السوايع نتاعو وانا ما قريتش، لازمني نقرا، لازمني معناها كي نرقد معناها نرقد ونقول انا خرجت بحاجه، فرهدت روحي، كل شيء معناها اطمنت عليه، حتى في اللي لونغ في اللي ماتيغ سيكوندير كي نحط الكيت ونسمع كل يوم، نسمع مش لازم نحفظ، رد بالكم تحفظوا، تسمع كل يوم تسمع، حتى النهار اللي باش تعدي فيها الباك برانسيبال تتشوف كيفاش، تتشوف عملوها هذه الفكره هذه عملوها للدوار تاع الكنترول الثاني، فهم تشوفوا رواحكم اسكو سافا والا لا، ردوا بك تستهنوا بحاجه راه حتى اس في استهنت بحاجه راه هي باش تكون عائق في حياتك، في حياتك راه. وحاجه اخرى لي لونغ، نرجع انه لي لونغ راهم مهمين في حياتنا، ما خيبها انه انت ما تبداش فاهم مثلا فاش يحكي صاحبك، ولا مثلا في التلفزه، ولا مثلا تحب تخرج لبرا، الناس الكل تحب تخرج لبرا، مثلا تمشي فرنسا، تمشي كندا، تحب تمشي مثلا اي بقعه، البقعه لازم انت البقعه تمشيها لازم انت فاهمها، فاهم فاش يحكي، مش واحد لطش في الزفه معناها نورمالمون انا لبدانا فيها، فهمتني؟ واضح؟ ايه شنو حاجه اخرى؟ وي على لي بوان فيبل، لي بوان فيبل باهي، شنو لي بوان فيبل نتاع كان انت معناها شجاعه وتنجم تعرف روحك، ايه شنو لي بوان فيبل نتاع لي معناها باغ اكزومبل ني بالنسبه ليا معناها نعرف روحي باهي في الفيزيك بي بي مي بار كونتر مثلا في عود ما باش نجيب 18 نجيب 16 ولا 15 علي سالت روحك عليه بصي نسأل في روحي معناها ديما عليه فيش غلط معناها نرجع جاوبتك روحك ولا لا؟ بي عارف نقول كيفاش جاوبت شاف كيفاش تحاور روحك انه لازم تكون صريح مع روحك، فهمتني؟ معناها حاول انه انت تصحب روحك بالحق راه هذا فماش نقول لكم الصحبه، الصحبه راه مش في القرايه، الصحبه راه برا، الصحبه مع اهلها لباس انت معناها نحبوا بعضنا كل شيء وكذا وكذا، اما في القرايه نو سانسيرمون معناها برمج روحك هكا معناها، دونك انت باش تكون شكون صاحبك انت بالصحيح هي روحك، صاحبك روحك من الاخر، دونك انت تشوف روحك مثلا انا متوقعه باش نجيب 18 علاش جبت 15، نشوف ورقتي نشوف الكوريكسيون باش نشوف حاجات تافهه، علاش الحاجات التافهه هذيا انا ما تفطنتش بيهم، راني مش لقتش بيهم من الاول على خاطر انا استهنت بيها، دونك انا لازمني نكتبها في ستيكر، دونك لازمني نكتبها نقول راهو الحاجه هذيا، فرد بالك كان انت باش تنساها ولا باش ما تخدمش فيها راهو باش تضيعك في البرد، فهمتني؟ دونك لي بوان فيبل نتاعك لازم تكتبها، وكل بوان فيبل تقويها تشطبها، قول سي قويتها انا هذي، دونك سي فهمت هذيك وعرفتها، دونك ما عادش عندي بوان فيبل كيما هكا، فهمتني؟ لي بوان فيبل وقتاش يتخلقوا، لي بوان فيبل نتاعكم وقتاش يتخلقوا في الاوراق نتاعكم راه في لي كوبي نتاعك في لي دوفوار نتاعكم، انت كتبت حاجه توقعت حاجه جاتك حاجه اخرى، دونك اللي كتبتها تكتبها، اللي توقعتها تكتبها، اللي جاتك معناها ما توقعتهاش تكتبها وتقارن بينهم الثلاثه، تطلق انت شنو الحاجه اللي ضيعتك من الاخر، فهمتني؟ معناها لي بوان فيبل نعرفوهم الديفوار والكوريكسيون تاعو صحيح، دونك اللي شنو باش تكتب، تكتب بالكوب الورقه الغيبونس تاعك التوقع نتاعك واللي مش متوقعته شنو طلع لك، هذوما الثلاثه الريبونس هي التوقع معناها والمش متوقع هي كريكسيون، اي سخنا في الفلسفه اي بالضبط
تساعد، معناها الغيبونس نتاعك التوقع نتاعك انه مثلا انت الغيبونس نتاعك انت التوقع نتاعك باش تشبه صحيحه، معناها عندك دزويت نتاعك اللي مش متوقعته اني باش تلقى كانس. علاش هذه الكانس هذه؟ باش نشوف الغيبونس نتاع الحاجه اللي انا الغيبونس نتاعي انا اللي كتبتها من الاول ونقارن بيناتها. ولي انا تولي نجيب الدزويت، تنجم تجيب الفاره، انت اللي ستبدا وثقه من روحك ترى انا باش نجيبها الدزويت وباش نجيبها الفار، تطلع طابت باش نجيبها الفاره. يولي مخك مبرمج راهو الانسان هذا كما ما جبلهاش الفار باش تاكلني من الاخر. دونك لازم نجيبها الفار، من الاخر لازم نجيبها الفار. مخك باش يتبرمج وباش يقول لك سامحني ان الطفله هذه صعيبه معايا، العبد هذه صعيبه معايا، دونك كي ما نجيبش الفار نتاعي باش نضيع وباش تهلكني تدخلني في ديبرسيون، وانا مش مستحق الديبرسيون على خاطر كنت مرتاح متفرهد ومخلتني مرتاح وكل شيء. دونك لازمني نبرمج لها، دونك انا ليزاسيس كلها اللي حطيتهم في مخها لازمني نخرجهم ولازمني نحطها قدامي ونبدا اي حاجه مثلا غيبونس اللي متوقعته هذاك هو لازم يجي من الاخر. فهمتني زينب؟ فهمتك. صحيح وي فرح معناها كل شيء نفسي قبل كل شيء. صحيح كلام نفسي موتيفي، لازم تدلل روحك، لازم تدلل روحك، لازم تشوف روحك شنو اللي تحبه وشنو الحاجه اللي ما تحبهاش. دونك الحاجه اللي ما تحبهاش بعدها من حياتي، حتى فيها 1% بالمحبه راه بعدها، حتى انا ما حشيش بيك انا تو حتى نكمل انا، حتى في حياتي راه في حياتك اون جينيرال راه بعد عليك الحاجه اللي تقلقك واللي باش تتعبك. كون انت انسانه طموحه تحب روحك، راهو موش غرور ولا نرجسيه ولا حاجه، ما احنا انت تحب روحك. انا نحب روحي، انا من الاخر نحب روحي، انا نحب روحي، نحب نكون موتيفي، انا نحب ما نحبش الحاجه نيجاتيف. انا انسان مانيش نيجاتيف، انا مانيش انيا، انا كاتيان بروتون، انا مانيش الكترون، انا لازمني نكون موتيفي، انا انسان موتيفي على خاطر الدنيا هذه جينا للدنيا هذه عندنا سبب عندنا هدف. انا عايش باش نطلع هدف، نحب الهدف نتاعي، انا نحب نطلع طبيب، انا نحب نطلع محامي، انا نحب نطلع مهندس. عليه تحب تطلع طبيب؟ وعلاش تحب تطلع مهندس؟ وعلاش تحب تطلع قاضي ولا محامي؟ عليه اسال روحك قول عليه، خاطر انت كما تسالش روحك عليه. انا نحب نطلع طبيب والله خاطر الطاو ما يحبوا نحب نطلع طبيب. انت شنو انت؟ انت باش تتعب، انت اسكو انت باش تخدم عليها الطب؟ بدنك باش يخدم عليها، اما انت مخك ما تحبوش، انت حاجه اخرى. فما شكون يحب يعمل ديزاين؟ ايش في مشكل ديزاين؟ ماهوش حاجه خايبه ديزاين. انت هاك تشوفه متبارك الله، انت شو المهيمن انت؟ المهيمن هو الديزاين. انت كي تكون حاجه تحبها وتكون موتيفي وما تقلقش منها. معناها انت من الاخر باش نكونوا نرجعوا للسوجي نتاعنا اللي هو هذا السوجي هو ذي. ديما كيما انا نعمل، شفت اللي نعمله انا في حياتي ككيفي كراشا، نعطيكم لكم انتم على خاطر انا نغزر لكم انتم، على خاطر انا كنت تلميذه ونحبكم تكونوا احسن مني انا. ما نحبش تطيحوا كيف مثلا الحاجات اللي طحتها انا، واللي انا مثلا ما لقيتش تكون دعم. انا نحب نكون معناها على الاقل مسيرش ونكون دعم صغير بالنسبه لكم انتم. فهمتني؟ دونك شنو حاجة؟ أنت كيف شو برمج روحك كل مثلا كل ليلة تكتب شنو باش نعمل غدوة؟ شو مثلا غدوة باش نعمل مثلا مات وفيزيك، مثلا نعمل مات وفيزيك. باهي كي عملت أنا مات وفيزيك لازمني نخدم المات والفيزيك ولازمني نرتاح. باهي مثلا انا قمت الصباح ما نجمتش نخدم، تعبت مرضت جاني كا من عشرة، رد بالك دخل حاجة اخرى. البروغرام هذا سيارة تحط من البارح، دونك انا ما عندي حتى بروغرام. واحد يكلمك يقول لك سامحني اما هاي نعمل قهوة ولا نخرج ولا معش ولا ندور شيء، سامحني عنا بروغرام. شو بروغرام؟ سامحني بروغرام تاعي انا مانيش باش نشاركك فيه. دونك انا عندي خدمة لازمني كمان كي نكمل تنكلمك. لازم انت تحط الاولويه لروحك، انت هي الاولويه لروحك، مش الاولويه لحتى حد، الاولويه لروحك انت. دونك تكملهم تهاو. شفت السوفي كملتها، عملت البروجرام تاعك هذاك اللي انت قلته انت من البارح، مثلا من البارح قلت انا مثلا اليوم باش نعمل حاجه هذيك عملتها، دونك سيب
سافا معناها انت برمجت روحك سي، فهمتني؟ دونك ردوا بالكم، كون موتيفي اول حاجه قبل ما تقرا لازم تكون موتيفي، دلل روحك، بعد عليك الحاجات الخايبه، الحاجات اللي تعملك ستريس، اللي تقلقك، اللي ما يفهمكش، بعده حتى كان مثلا قريب لك ولا عشنو ما تنجمش ما تكونش اغريسيف معاه، اما اعرف كيفاش تبرمج روحك من الاخر، فهمتني؟ اعرف كيفاش تخدم روحك، كيفاش انت تنجم تخلق خطوه لروحك، فهمتني؟ خاطر بعديك كل عام باش تبدل برشا حاجات، وانت باش تندم تقول يا ليتني عملت هكا، ويا ليتني عملت هكا، وكلمه يا ليت ماهيش باش تعمل حتى شيء. والله كان جاي الناس الكل معناها ينجموا ويبدلوا في حياتهم، انا عندهم شانس ان يبدلوا في حياتهم، راه كنا لابس علينا، فهمتني؟ دونك انت اخلق الفرص نتاعك، وحاول ما تبدا ماتير اخرى مثلا، ولا شابيتر اخر، الا ما تكون متمكن منه، ومش لازم تكمل كل شيء، ومش لازم تكمل الدفوار بكله، ان سوفي انه تخدم بالصحيح، ان سوفي خدمت انت بالصحيح تو توصل المرحلة انه انت كملت كل شيء وجبت البام تاعك، فهمتني؟ سيسا وي وي فرح زين بيزوت ها اسمع فيك من ده شنو تحس بروحك اسكو سافا شنو تعمل بروجرام الغدوة اسكو اقتنعت اسكو حسيت روحك فما حاجة معناها وضحت لك صورة وكانت صورة غايبة عليك شنو وراي وي بالطبيعة وضحت لي الصورة كل شيء. ننصحك شو فرح أنه تكون عادلة مع كل شيء، عادلة، فهمتني؟ دونك كي تخدم بالحاجات اللي أنت تحس روحك مرتاحة فيها، موتيفي روحك، وقسم وقتك حسب لي بوان فيبل نتاعك أكاها. يعني مثلا نقول لي انت الحاجات ناقصه فيهم، يعني ركز معاهم اكثر. صحيتك، وما تقدم في حاجه الا متكمل في حاجه، تكملها وسكرت عليها تجم تقدم، ورد بالك تغزر اللي في يد غيرك، خاطر كان تغزر اللي يد غيرك وتغزر خطوه غيرك راك تنسى روحك وتضيع. برمج روحك اي تشوف مثل جروبات وكل شيء نشوفهم هم متقدمين وكل شيء نقول لهم مؤخرين نحن لا ماكش ما تخزر ما شفت كلمه مؤخرين مانيش مؤخره انا مانيش مؤخره قل انت برمج مخك تقول له انا مانيش مؤخره انا لازم لي نكمل الحاجه ديك نبدا فاهمها مش لازم نكمل كل شيء لازمني نخدم على الحاجه هذيك ولازم نبدا فاهمها اكاهو مش لازم تغزر الجروب يتطور باش يدخل فيها حكايه ديبرسيون وحكايه ضغط وستريس وكل شيء رد بالك من الحكايه هذوك برمج روحك انت واغزر الخطوه نتاعك انت كنت في الفيسبوك ما نجيبش نحي جمله هو اللي خذ لي اكثر وقت وكل الفيسبوك مثلا حط حتى ريتي نحط حتى شوي باش نقرا ومن بعديك هكا يجبدني وكل الفيسبوك اسكو باش تحكي ولا باش تشوف الجروب اللي جروب باش نحكي وشويه نبدا ندور هكا كل جروب هذيك خليها هذيك سويعه خليها سويعه ولا ساعتين تكمل انت البروجرام تاعك رد بالك منها الحكايه هذيك راهو الفيسبوك راهو ولا تيك توك ولا انستغرام هذيك كارثه تيك توك هذيك بالاخر هذيك كانت تدخل له سي ما عادش تجب تخرج بالاخر نعرفوا هذه الحكاية وسي دونك انا ننصحك ما تدخل الفيسبوك الا ما تبدا مكمله كل شيء فهمت ومحليه الفازه هي دي راه نعمل ريسيرش على الحكايه توفيك دخلت فيسبوك وما عادش نخرج نحي عليك انا من الاخر بالحق راه ننصحك كان فما حاجه شو
راهو باش يتعبك الفيسبوك، راهو باش يقلقك، راهو باش يخليك انت في ديبرسيون وفي ستريس. كي تشوف انت صحابك يقول لك اه كملت هذيك راني دخلت مثلا في الار ال سي ودخلت في الاوند ولا شنو، وانت تقول لروحك راني هاني مازلت انا في الار سي وفي الار ال والار ال سي ديفا، انت تدخل في ديبرسيون. هكاك لي نحي عليك، آه مش في نحي عليك الكل نو، ما تنحيش الفيسبوك، اما خليه في اللي خليه في الاوقات اللي انت باش ترتاح فيها، فهمتني؟ بعد عليك انا ننصحك بعد عليك من توا لازم توجه روحك. راه انت كان توجه روحك وتحط روحك قدامك راه مش كلام، ونعرف صعيب صعيب انه انت باش تتبدل، نعرف اما لازم تتبدل. علاش؟ خاطر كي ما تتبدلش باش تضيع وباش تلقى روحك انت ماكش واصل. دونك لازمني انا لازمني نقص نقص بشوي بشوي الفيسبوك، ماهوش باش يطير الفيسبوك، ماهوش باش يطير. والحاجه اللي باش تشوفها انت توا باش تشوفها من بعد، دونك حكايه فارغه. وكان حاجه اورجون اورجون توصل لك ما تخافش ما تخاف، باش توصل لك باش توصل لك. دونك ما غير ما تقلق روحك، ركز توا على الحاجات اللي انت ضايعه فيهم ولا اللي انت ماكش متمكنه منها، ماكش متمكنه منها. مش لازم نكمل كل شيء، مش لازم نكمل. حاجه واحده اللي لازمني نعملها انه كي يجيني حاجه تجي مثلا اكزرسيس ولا مثلا اي حاجه نبدا فاهم، نبدا فاهم فاش يقصد الكيستيون، لازمني نقراه بالباهي، لازمني نعرف كيفاش نجاوب. الغيداكسيون راهو احسن حاجه هي الغيداكسيون، محلاها كي تبدا ورقتك نظيفه، ورقتك تبدا مرتبه محلاها، اخدم بلي كولور واعرف روحك انت شنو، اخدم بلي بون فيبل. احسن ديبار نتاعك، احسن بدايه دي هو لي بوان فيبل اللي موجودين. وين لي بوان فيبل اللي موجودين في لي دوفوار، فهمتني؟ توا البرو شوف توا الدوفوارات باش تقول انا كنت مثلا نجيب في مثلا 18 طحت جبت 15، مثال شوف انت فاش انت طحت، تقول في الحاجات التافهه ماهوش تافهه رد بالك، خاطر البروف ماهوش باش يفسخ لك انت ولا باش ينقص لك هكاكا والله انا باش نعمل باش نقص لها لي، خاطر هذاك البروف يشوف فيها راهو حاجه جراف. هذيك من بعديك يصلحوا لك في الباك، مش باش يعرفوك، مش باش يقولوا كذا انسانه ماهيش فاهمه، فهمتني؟ دونك لازم انت مدام عندي مشكله انا كي ندخل دفوار كل شيء نبدا فيهم كل شيء، وبرغم الكيستيونات جو على مخي وقبل وكي نخرج من الدفوار نعرف نجاوب عليهم، في الدفوار ما نعرفش يركبني ستريس وما نعرفش كيفاش ما عادش نعرف نجاوب شيء. هذيك بالحق هذيا بروبليم كبير هذيا بالحق. علاش؟ على خاطر انت ما برمجتش روحك في لي كونديسيون هذيك. انت عرفت علاش؟ خاطر التلميذ كي يحط روحه كي هو كي ريبس في الدار يحس روحه فماش واحد يراقب فيه، ماهوش في حاط في روحه في كونديسيون تاع دوفوار، حاط روحه انه هو يخدم في الحاجه اللي يحبها هو وبرضاه هو. وانا من دوبك يبدا برشا يحس ما يخلونيش نركز والكل باش نجاوب. شو حكيت الحس هذوما لازم تبرمج روحك على الحس من الاخر، خاطر في الباك بعديك كيف يعصوا عليك باش تسمع التقطق، تسمع الحديث، تسمع الكهكه، كل شيء وذوك من كل هذوك باش تسمعها. دونك انت برمج روحك فاهم الحكايه هذوك، فهمت؟ انت في لي كونديسيون تاع دوفوار، دونك لازم تحط روحك لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله في ليلة وصلة. دونك في الكونديسيون نتاع الدفوار، فهمتني؟ لازم تحط روحك في الكونديسيون نتاع الدفوار، لازم خاطر انت توا معناها الكلام ذا الكل الكل معناها باش يعديو دفوار، علاش تحط روحك انت انت عارفة انت راه باش تحط في دفوار، دونك برمج روحك على دفوار، حط روحك في الكونديسيون نتاع دفوار. هذاك هو راهو حتى واحد راهو باش يقول لك اعطيني نصيحة كيفاش باش نخرج من 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 الخوف من من الكلاس من القاع تاع الدفوار وكل شيء. فما حتى واحد ما ينجم ينجم يعاونك شويه، اما الناس كلها باش تدخل بعضها، اي واحد يدخل بعضه راه فما حاجه عارفها يدخل الدفوار مشكلته معناها ما باش ينساها، خاطر هو حاط في مخه انه هو خايف. نحي عليكم الخوف، كون واثقة من روحك، راهو الثقة مهمة راه،
خاطر انت كان انت ماكش واثقه من روحك، انت تدعي انه انت واثقه من روحك وانت ماكش واثقه من روحك، راك باش تطيح. فهمتني؟ دونك انا ننصحك انه لازم توثق في روحك، لازم فما ثقه، انا ننجح، انا واثقه من روحي، انا ننجم روحي، انا ما نخاف من حتى شيء، انا واثقه من روحي، نعرف نفهم روحي شنو لي بوان فيبر نتاعي. دونك ما تخافش دوفوا، راه انت ماكش داخله في ارهاب ولا داخله في حاجه تاع حاجه تاع خوف ولا حاجه، لا انت داخله باش تشوف برهن للعباد الكل وتبرهن لروحك راك انت قويه وفاهمه روحك وتنجم تجاوب، تنجم تجاوب، مش لازم تكمل، مش لازم تكمل. انت شفت انت بعد تجيني ساعه لساعه نقول ما غير نمشي نعدي دوار، كنستريس منه كل شيء، من بعد كنقول خلينا نمشي نعدي خبرتو دوار مش نجرب في روحي نقص الخوف تو باهي. انت في هالكلمه دائما انت ما انت ماكش واثقه، انت حاطت في بدنك وفي مخك ان انت ماكش واثقه في روحك. كان انت قلت انت انا عندي معناها شانس انه انا باش نعدي الدوار هذايا، الدوار ماهوش باش يكون صعيب، الدوار هذايا باش نعديه باش نشوف روحي اسكو نجم باش نجاوب فيه والا لا، شنو الحاجات اللي زاستوس اللي باش نخرج منه الدوار هذايا، خاطر هذوما لي دوار قبل الباك برانسيبال هذوما كلهم ديزاستوس، راه لي دوار هذوما ديزاستوس، خاطر البروف ماهوش باش يعطيك حاجه تيب. فهمتني؟ هو باش يعطيك دوار باش تخرج منه باستوس، فهمت؟ باش تخرج منه باستوس اكاهو. فهمتني؟ معناها انت وثق في روحك، كون واثقه من روحك اكاهو، انت كتبرمج روحك وتموتيفي روحك وتحب روحك وتدلل روحك وتفهم روحك وتصاحب روحك تشوف كيفاش كل شيء يتبدل لك، تكون انت توليت بالحق، تولي انت تحسد روحك من الاخر تكون بالحق انا كنت هكا نورمالمون انا بدا واثقه من روحي. فهمت؟ كل ما تكون واثقه من روحك تحس روحك مرتاحه ياسر وآلاز على الاخر ومرتاحه بالحق، مرتاحه بالبي بالبي. فهمتني؟ به ما نعرفش مرام اسكو عندك بروبليم ولا لا، حط 6 مينوت ونقص. وي مرام مسيش ما تحشمش مرة بيك، ما تنجمش تكتب ما تنجمش تحكي اكتب ابعت مساج ما عشنا بيه ما غير ما يمكن تحشم ولا حاجة. دونك سافات تحس روحك مرتاحة مرتاحين اسكو معناها عندكم سيانس والا لي مادام قلت لك الميكرو ما يهزش كون سكر مقبلة هي تحكيها سالو مدام ما عنديش ميكرو، ما عنديش ميكرو مدام شنو نجم نخدم دوفوار زيد فسر لي مرام عطيني حتى لي موكلي ما نجمش نريفز بين لي سيري شو لي سيري شو اي اكزارسيس برمج روحك راك انت باش تخرج منه باستيوس فما برشا دي اكزارسيس باكتو معناه شو ماغي هو لي زيكزارسيس راهم بحر دونك انت اي مي الوقت شوي الوقت انت اللي تحدو راهو مرا انت هي اللي تحدو الوقت رد بالك انت تعرف روحك فيش انت ناقصه اخدم شوف لي سيري لي زيكزارسيس اللي انت نجم انت تخرج منهم باستيوس مش لازم تعاود لي زيكزارسيس نفسهم لي تيب نو انا نلوج على الحاجات الجديدة شوف مثلا في الار سي في الار ال مش لي تيب ما نلوجش على لي تيب ما نلوجش على الحاجات السهلة نلوج على الحاجات الصعيبة برمج روحك على الحاجات الصعيبة لوج روحك على الحاجات اللي انت شنو مثلا في السيري هذه انا باش نخرج منها باستيوس اخدم هكا نجم انت تنجم راك تنجم تخدم دوفوار كي تخرج منها ديزاستيوس اخدم شفت اخدم لسيري اخدم قد ما تخدم اخدم
وشفت الاري والار سي والار سي وكلهم راهم لازم تحدد لهم وقت، خاطر توا باش تدخلوا في حكايات اخرى في الاند في حكايات اخرى، فهمتني؟ دونك انت مثلا مثلا في الويكاند، في الويكاند ركزوا معايا باهي بالباهي، في الويكاند كل شفت كل ويكاند لازم تخدموا دوار فيه ار سي ارل ارل سي حتى للباك كبيره، ردوا بالكم تنساو واخدموا بليزاستوس الكل، اخدموا بليزاستوس ديما بيت تلصق لصق فيهم لي ستيكر هذوكم لي نوت هذوكم، قد ما تلصق قد ما تحط بليزاستوس قد ما تخدم وقد ما انت تقوي روحك. مادام نعدي برشا وقت ضايع في كيف نجيب باش نفهم الكور نبدا نتفرج في برشا فيديوهات وما نجيبش نقص، نو اخرج من حكايتك اللي فيديو افهم كورك من اللوب كور البروف، من بعديك بعد ما تكمل انت خرج منه ديزاستوس خرج منه الحاجات اللي انت ما فهمتهمش، من بعد ادخل وين لي فيديو وين الشين اللي انت تحس روحك مرتاحه فيها، فهمنا شنو الشين شنو اللي انهم العبد اللي انا مرتاح معاه. And I can get off social media. الناس كل عندهم بروبليم في السوشيال ميديا. الفيسبوك حاول أنو أنتم الفيسبوك وتيك توك والانستغرام هذوما كلهم حاولوا وقتاش تلقاوهم وقت في اللي بوز نتاعكم. اللي بوز نتاعكم مثلا في الليل بين الأوقات بين الأوقات شو بين الأوقات ننصحكم نصيحة أنو بين الأوقات سجلوا اللي قلت لكم مقبيل عليها. سجلوا اكل لي سوجي نتاع لي تيم اكل تاع الفلسفه لونغلي الفرنسي العربي هذوما بين السوايع بين هذوك في البوز نتاعكم. في الليل اعمل تحب فيه انت الكل، ادخل السوشيال ميديا ادخل تحب عليه الكل، اما بين البوز والبوز اسمع لي سوجي نتاع لي تيم تاع لونغلي فرنسي فلسفه عربي. داكوغ فهمتني مرا؟ دونك ردبي تدخل في مصيدة نتاع وين نسمعهم وين نسمعهم، ادخل اللي شو اسمهم اليوتيوب تو انا تنعاونكم في الحكاية هذه نتاع لي تيم وتنحط لكم لي فيديو اللي تابعين حاجة واحدة. قولوا لي شنو لي بوان فيبلكم نتاعكم انتوما بما ما ندخلوش في الحكاية هذوكم شو لي فيديو تو انا تنقول لكم انهم لي تيم وانهم لي سوجي اللي انتم باش تركزوا عليها، فهمتني؟ قيتهم الكل تاع لونغلي والفرنسي والفلسفه العربيه وحطيتهم الفيديو والشين يوتيوب اللي تتبعها تتبعها لي شو كيفاش تتبعها سجل تيليشارجي الفيديو نتاعها وكل صباح ولا في لي بوز نتاع تسمع قيتهم الكل انجلي فرنسي عربيه فلسفه شو اسمهم هذوك مكل اللي الاخرين الكل، فهمتني؟ مادام كيفاش نعرف شنو لي شابيت اللي يطاحوا في الباك كل عام بيتو اقل من تقوي قص دونك لي شابيت الكل تشوف الباك ويب، فهمتني؟ تركز هذوكم الكل تشوفهم شنو اللي لي تيم وتخرج انت في الشين يوتيوب كها، فهمتني؟ واضحه فهمتني؟ ان شاء الله فهمتوا وان شاء الله عاونتكم قد توا سيء باش تقصوا سيء. ميرسي بوكو في امان الله. باي باي فرح سلامة تشاو. ميرسي مدام على السيونس سلامة عايش سلامة تشاو عايش في امان الله سلامة.